الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطب قلوبنا وأبداننا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به: فاصبر لخوف ضرنا وعدم ما عوض من الطهارة التيمما، وصل فرضا واحدا وإن تصب جنازة ومصحفا به. يعني أن الإنسان إذا تعذرت عليه أسباب استعمال الماء، وهذا شيء واسع جدا ولا بد من بذل جهد فيه، إذا لم يقدر الإنسان على الماء أصل لخوف ضر، لخوف ضرار بالبدن، خوف الضرر خاف مرضا أصلا أو زيادته أو تأخر برء، كما قال خليل رحمه الله تعالى وجميع نفعنا به، خاف مرضا، خاف من استعمال الماء مرضا أو زيادته أو تأخر برء. ولكن سأقول لكم الواقع، نحن الآن ما منا أحد، الغالب في شبابنا أنهم لا يمكنهم أن يتخلفوا عن التحمم يوميا أو بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة، على الأقل لا، الغالب فيهم أنهم لا بد أن يدخل واحد يعني رشاشة ويغتسل لضروريات الحياة، لا بد، كلفت ما كلفت، هذا غالبا. لكن إذا وصلنا إلى حد الصلاة أخف ضرر يتيمم الإنسان، هذه مشكلة. وقد قلت لكم ماضيا أن الشيخ عبد الله بن الحاج حفظه الله تعالى، وكان من أعلم بلاد موريتانيا على الإطلاق، صاحب نوم النقاية وصاحب نوم الرسالة وصاحب نوم الأخضر، معروف النضاع، قيل أن أمه زارت بأحد الصالحين فقال ووراضها قال خذي عني هذا النضاع، احملي أرفعه عني، يعني تفرس به النجابة. المهم يقال أن من شك في أن التيمم، أن تقدم الماء على التيمم ليس بواجب، أن هذا كفر. من شك في أن الإنسان يمكن أن يتيمم بدون ضرر، لا شك، لأن هذا من باب الشك في الضروريات، لأن الله تعالى قال لا يمكن واحد ينتقل إلى التيمم إلا بعد أن ييأس من أحوال، ما معناه لا يمكن الإنسان أن ينتقل إلى التيمم إلا بعد أن ييأس من أحوال استخدامه. هذا الماء لا بد فيه من الجهد الكبير، معناه يحاول يسخن الماء ويدهن أعضاءه ويجففها، وإذا منعه مانع من يخرج للجماعة بسبب برد أو رياح وكان يمكن أن يستخدم الماء في بيته، فعليه أن يستخدم الماء ويترك الجماعة، لأن جماعة سنة واستعمال الماء فرض. هذا الأمر نص الفقهاء على ذلك، نص الفقهاء على أن الإنسان إذا لم يقدر على الماء إلا بترك الخروج للجماعة يترك خروج الجماعة، يصلي معهم من بعيد سمع، وإلا فليصلي في بيته فقط. نحن الآن واحد ما خرج للمسجد يعد منافقا، واحد ترك الطهارة يعد صالحا، بل كما قلنا عد ترك التعلم هو أيضا الطهارة، كما قلنا لكم أيضا سبحان الله رحمه هذا الموضوع ليس صحيحا، هو فعل بدون تعلم، باب العلم وقبل التعلم، هذا كامل كله يرجع إلى نقطة أساسية، باب العلم وقبل التعلم، لو علم الناس باب العلم وقبل التعلم وطبقوا شيء كل شيء يأتي في مكانه، تكون الطهارة طهارة ويكون التيمم تيمم، ويكون العجز عن الماء عجز عن الماء، ويكون الإنسان يمشي إلى المسجد ماشيا عن عبادته، ويكون التارك للمسجد تارك له
في بيته وهو في عبادة، هو في عبادة، لأن عذر التخلف عن الجمع الذي يحصل مع الفضل المنتبذ في علماء عذر تركها، والجماعة التي شدة وحال ومطال وكذا وجدت أعذار للجماعة، ونصوا عليها وللجمعة أصلا، لكن ترك الصلاة ما وجد له عذر أصلا، ترك الجماعة وجد له عذر، ولكن ترك الصلاة من أصلها ما وجد له، ترك الطهارة وترك التعلم ما وجد له، وجد عذر لترك الجماعة ووجد عذر لترك الجمعة، ولكن ما وجد عذر لترك التعلم وما وجد عذر لترك الطهارة ولا ترك الصلاة. لابد أن نفهم. واحد يقول للناس كان الصحابة يأتي بعضهم يتهادى، هذا صحيح، يتهادى بين رجلين ليصلي في الجماعة، هؤلاء حملوا على أنفسهم وشقوا عليهم شدة ورعهم، ولكن ما فعلوا حاشاهم عن جهل. كيف تقول الصحابة كانوا يتهادون؟ من طبعا كان الرجل يؤتى به بين رجلين يتهادى، معناها لا يمكنه أن يعتمد على مشيه خوفا تفوته الجماعة، ولكن هل كانت هذه الصلاة عن جهل؟ حاشا. واحد يقول الصحابة لا ما كانوا يهتمون بالتعلم، يهتمون اسمعوا الدعوة إلى الباطل، ما كانوا يهتمون بالتعلم، ما كانوا يهتمون بالتعلم، لكن كانوا يتهادون، يعني يأتي الصحابي يتهادى بين رجلين، معناه يستند على رجلين من شدة تركه، ما اللي حمله على واحد يصلي بدون علم؟ ما هي فائدة؟ والإمام البخاري وإمام الحديث تبع إمامة الحديث، باب العلم قبل العمل، العلم قبل باب بواب البخاري، والله تعالى قال ولا تقوا ما ليس لك بعلم، لو كنت قرأت الأخضر تقول ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله به، الأخضر الذي ما صاحبه قبل 800 سنة، ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم، نحن الصبيان عندنا يقول ولا يحل له أن يفعل فعلا ولا يحل فعلا حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء، لكن إذا سأل هذه الجماعة ستقول لا المشكلة، ويقول يكون حكم الإله فيه، يتهادى إلى المسجد وهو ما يعرف الطهارة، يتهادى جنازة جنوب. جنازة يذهب بها إلى المسجد، تتهادى بين رجلين أو في السيارة توضع عند باب المسجد وتدخل، وأحد مريض سيموت من المرض يوضع عند باب المسجد، ما يمكنني أن أترك الجماعة، هو إذا نظرنا في ذلك وغسله باطل، وإذا هو متيمم بجناب، هذا ما في، هذا لا فائدة فيه، هذا ما نكرره حتى يكون الواقع واقع، لخوف ضر، واحد خاف ضررا من الماء مرضا أو زيادته بتجربته وشخصية أو بطبيب عالم، هذا يترك عنه الماء على هذا الغسل ثم ينتقل المسح في واسطة تركها ابن عاشر لأنه مختصر، قال عوض من الطهارة التيمم، ليس كذلك، هناك شيء يقال فصل يقال مسح على الجبيرة الخيفة، غسل جرح كالتيمم مسح يمسح على الجرح أو على القرحة أو على العضو المتألم، بأن كان هذا الذراع في ألم شديد وفي جرح وفي قرحة، نتركها نغسل أعضاء الوضوء كاملة، فعندما نصل إليه نجعل ماء هكذا ونمسح به على مكان الألم أو على مكان العضو كامل، إن كان متألم لا يمكن استخدام الماء نمسح عليه، نمسح كالتيمم، نجعل الماء ليس من التراب، نجعل الماء عليه ونمسح، فإذا جفت نجدد ونمسح هكذا حتى نكمل العضو، فإن كانت مسألة قليلة قرحة قليلة والضرر لا يضر نمسح على هذه ونغسل باقي الجسم، هذا لا بد منه، إن كان في الغسل فعلنا ذلك أيضا، نترك العضو، في رجل يقال له محمد شيخ محمد مراوض محمد محمود محمد يحضي، وكان من زملاء كما تقول أنتم من زملاء المراوض، لا أعرف الكلمة هل هي عربية أو فيها اعتقاد عربي، زملائي تقولون أنتم الآن بعد مصطلحكم وهي ليست عربية أصلا، زملائي شيخنا المرابط الحاج معناها من أقرانه والذين درسوا معه في محاضرة، وقد نبه المرابط الحاج بذكره وقال أنه لم يدرك مقامه كما نقلنا ذلك من العدول من قبيلة البصاديين بارك الله فيهم، وقال الشيخ محمد الحضور كان شديدا في السنة، رجل وريع خامل، قالوا ما كذا 10 سنين يمسح على شق والشق الآخر يغسله من بدنه، 10 سنين
نصف بدنه لا يقدر على الغسل فيغسل الجسم النصف الذي يستطيع الماء ويمسح على النصف الآخر الذي يستطيع. هذه معرفة الفقه. عشر سنين كاملة مستمرة وفي البدو، البدو يستخدم ما قدر على الماء إلا أن صار يمسح، معناها سيمسح. وهذا نص خليل من صح أن يجل جسده أو أقل، نص خليل ولم يضر غسل الصحيح الجريحة، لأنه فهم أن هذا النص الصحيح إذا غسله ما يتضرر. هذا لابد له من تجربة وفطنة قوية جدا ومعرفة بالأحكام. هذا نص خليل كله، هذا لو كانت الأمة قرأت هذه آية الطهارة من خليل، نحن طلابنا قرأوا هذا، والتطبيق شيء والفهم شيء. نحن طلابنا قرأوا، كثير منهم قرأوا خليل وقرأوا، لكن أين خليل؟ خليل هنا هي الخليل في لغة العرب تقال للصديق وتقال للفقير. صار الخليل هنا صار صاحبه خليل فقير من العلم، يعني هو صاحب لا يعرف التطبيق، هذا صعب جدا. المهم إذا لم تقدر على الماء يسأل به، وليس الولاق لكل واحد يقتل نفسه هو أنه لا يتيمم، ليس هو التيمم خروجون وهل وصل إليه، لكن لا بد أن يعرف أساليبه ويتحقق يقرأ أو يسأل من يعلم ويقول له افعل كذا وكذا. لكن المشكلة أنه يقول له تيمم. مشكلة موريتانيا هنا مع التيمم كبار، ومشكلة الشباب مع الجهل، أنه ما كل واحد يتوضأ ويغتسل، ولا تفوت الجماعة وما اغتسل ولا توضأ وما توضأ. هذه هي مشكلة كبار، ضر بهم النساء، ضر بهم التيمم. والشباب الآن والجدد كثير أيضا من النساء صار لا يتركون أيضا الطهارة، لكن هذه الطهارة أيضا لا فائدة فيها لأنها ليست عن علم، تضيع وقت أحسن منها، أو أحسن منها ترك الصلاة. لأن التعمد على السعد قال في من استهانا بالذنب إن كفره قد بان كفعله له ولا يبالي به كأنه من الحلال. سعد الدين التفتزان خوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة تيمم هو الواحد إذا وصل لأبدا يضع يديه على الأرض صعيدا، فتيمم صعيدا طيبا. الصعيد ما الصعيد كان الأخضر، لو قرأنا الأخضر يكون أمر واضح. ما الصعيد التراب والطوب والحجر، الصعيد التراب أو الحجر يضع عليه يديه ويمسح بهما وجهه مسحا هكذا متابعه، يكمل لحيته وتأثر لحيته خلاص. لكن لابد أن يتابع عينه هكذا، لابد أن يتابع عينه ويصل إلى هكذا ثم يمشي عينه. إذا كان الشعر عليه لا يتابعه، ليس كالوجه. وهم يمسح إذا كان سيفعل فقط سيبينه. صلي فرضا واحدا ثم يمسح اليدين كما سنبين إن شاء الله. وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة، صلي فرضا واحدا. التيمم لا يصلى به فرضان، وسيقول لكم الكثير من الناس الآن أن تصلوا به فرضين وصلوا به لا فرض، لكن ليس مشهور مثل مالك. التيمم لا يرفع الحدث، ويستباح به المانع ما استباح به الممنوع من صلاة وقراءة قرآن وغير ذلك، فقط يصلي فرضا واحدا. واحد عليه قضاء أو مسافر فسيصلي الظهر والعصر في وقت واحد، أو العشاء والمغرب في وقت واحد، فيصلي المغرب بتيمم ثم يتيمم للعشاء، ويصلي الظهر بتيمم ثم يتيمم للعصر إذا كان جمعا، وكذلك إذا كان عليه قضاء فوائد كل فريضة يصليها بتيمم. هذا هو مشهور مذهب مالك. يصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة ومصحفا، وإن وصلت الجنازة بالفريضة معناها صليت الفرض الآن، صليت الفرض ثم انتهيت منه ولم يطل الوقت، لقد تعجلت وقت سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، بسرعة ما ترخيت بعد ذلك، ثم بدأ الجنازة ممكن أن تصليها مباشرة بعد ذلك حكمك التيمم، صلي الجنازة بذلك أو تصل جنازة وسنة بيحب أو سنة بمن سيصلي الوتر بعد العشاء
ومن سيصلي مثلا النوافل بعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء كالتراويح وغير ذلك مباشرة يشرع بها بعد خفيف بعد قدر لا يجفف الأعضاء في زمن معتدل قدر ما يجفف الأعضاء أبطل. نعم وجاز للنفل ابتداء جاز للمريض جاز للنفل ابتداء المريض الذي لا يقدر على الماء لخوف المرض اصلا او لزيادته او تاخر البول هذا جاز له ان يتيمم للنوافل لان المتيمم يفعل كل ما يفعله المتوضئ الا ما سينبه عليه ويستبيح الفرض يعني ان من اراد ان يتيمم ينوي استباحه لممنوع ينوي استباحه الفرض معناها ينوي بتيممه باستباحة لا ينوي به رفع الحدث عندما ينوي في قلبه أنه ناوي بهذا التيمم أنه يستبيح أن يصلي يستبيح أن يمس المصحف يستبيح أن يفعل هذا الممنوع لا أنه يرفع الحدث لذلك لأنه لو صح مباشرة مع ذلك في ساعة أو ساعتين وأراد أن يصلي وهو لم ينتقض وضوء ليس له شيء ولو ما كذا يعني 10 دقائق وما صلى بطل التيمم يستبيح ولا يرفع الحدث ولا يرفع الحدث نص قليل يستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح الحاضر الصحيح يمكنه أن يستبيح الفريضة فقط بتيممه الحاضر الصحيح فاقد الماء فاقد الماء في الواحد في فلات من الأرض هذا قد يقع قد يكون في طيارة ويمنعه الناس من الوضوء هذا يقع أحيانا إذا كان لديه يعني حجر أو لديه دلوقتي. قد يكون يعني في على في سجن وفيه والسجن فيه حجر وما وجد الماء ما تركه يتوضأ أو على رأس شجرة كما كان يقع الواحد يخاف من جمل ويخاف من أسد يصعد على رأس شجرة ويخاف من يعني إذا كان حمل معه يعني أو فقد الماء كأرض البوادي التي كانت تنقطع عنها الماء وتمكث أياما طويلة ما وجدوا الماء أصلا هذا وهو صحيح ما عنده أي مشكلة هذا يستبيح الفريضة فقط يستبيح الفريضة لا يتيمم للنافلة أبدا ابتداء يستبيح الفريضة للجمعة والجمعة أيضا لا يتيمم لها فليتركها إن كان يظن أنه سيجد الماء قبل دخول وقت العصر أما إذا كان يعلم أنه لا يجد الماء قبل دخول العصر فليتيمم الآن للجمعة لأنه على كل حال سيصلي الظهر بالتيمم ولا فائدة في التأخير يستبيح الفرض على الجمعة حاضر صحيح هذا الحاضر الصحيح الفاقد الماء وهذا نادر الآن فروضه مسحك هذا ولي قدمنا فروضه يعني التيمم مسحك وجها واليدين للكوع والضربة أخر الضربة هي الأولى فروضه الضربة وأخرها الضربة هي الأولى معناها وضع اليدين على الأرض على الأرض لا بد أن يكون ذلك الأرض ما فيه أوساخ بلاستيك هذه ما أنا وما تقول مزاز وما هذه الأشياء وما فيه مثلا أشياء أخرى مخلوط بها قمامات غير يمن صعيدا طيبا قفارا لا بعر فوقه ولا كشكارا فإن تعذر ففرضك اتركي وروح تسير سير الإمام مالك كما قال أحمد مولود في شراط القرى لا بد أن تتم على مكان نظيف أو حجر أيضا نظيف مع أن الحجر ليس بالأفضل أفضل التراب لأنه هو المتفق عليه والحجر في خلاف بين العلماء كالإمام الشافعي يقول لا يتيمم عليه يتيمم على التراب والأفضل التراب ولو نقل من الحجر ولو في مكانه مع أن التراب المنقول فيه قول ولكنه ضعيف المهم يتيمم على هذه على هذا وضربته يعتقد بعض العلماء أن الضربة يعتقد بعض الناس ليس العلماء يعتقد بعض الناس أن الضربة المراد أن تضع اليدين كاملتين هذا فقط من باب السنة والكرام وإلا أنت ممكن تضع يدك وتمسح به وجهك كما وجهك لا مشكلة لكن تأكد لكن الكبير تضع يديك على الأرض ضربته ثم مسح الوجه وقدم مسح الوجه ولكن مسح الوجه بالضربة مسح الوجه وجه واليدين يتابع هذه الأشياء واليدين إلى الكوع لو ضربت ضربة واحدة وضعت الأضع على اليدين على الأرض مرة واحدة ومسحت بهما
وجهك ابتداء، ثم سحت يديك هكذا وخللت الأصابع وفعلت، وهم ذكرت إلى هذه ويممتها وفعلت هكذا، خلاص انتهى التيمم. يعني هذا هو الفرض، مسحوك فرضا، مسحوك وجها، واليدين للكوع والضربة والنية. النية تنوي استباحة الممنوع، هذه هي الأربع. تنوي عند الضربة الأولى، عند هذه الضربة أنك تستبيح، تريد أن تستبيح بهذا الممنوع. هذه هم الأربع، هذا فقط، هذا هو الفرض. أما طريق الكبائر سنبين إن شاء الله. الكوع والنية أولى الضربتين ثم الكوع، هذا للكوع معناها الضربة. هو قال مسحك وجهه، ولكن الأول هو الضرب ومسح الوجه، النية ابتداء عند الضرب، ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، إلى الكوعين، إلى الكوعين. ثم الموالاة. ثم الموالاة الفور على ما تقدم في باب الوضوء، معناها عندما تمسح الوجه مباشرة تنتقل منه إلى اليد، ما تتأخر طويلا، ما تفرق بينهما قدر ما يطول في قدر دقيقتين أو ثلاثة. صعيد طهورا. صعيد هو الأرض، لا بد فروضه أربعة على ما تقدم. الخامس هو أن يتيمم الإنسان على الصعيد، على الصعيد، تلك الضربة تكون على الصعيد، الصعيد الأرض وما اتصل بها من الأحجار والرمل، وكان ليس المعادن، معادن لا يتيمم عليها أصلا، معادن الغالية كالذهب كالذهب والفضة والماس والبترول، وهذه الأشياء الغالية جدا هي لا يتيمم عليها. أما الأشياء التي ليست غالية كالملح والحديد ما زالت في مكانها يمكن أن يتيمم عليها، وإن نقلت لا يمكن أن يتيمم عليها. ووصلها به، ووصلها به أيضا من فرائض التيمم أنك تصل الصلاة به، لا تفرق بينهما، عندما تنتهي من التيمم مباشرة أو بعد قليل، لا قدر أنك لو كانت أعضاؤك مبلولة لا يمكن أن تجف قبل أن تشرع في الصلاة. قد يكون الإنسان عندهم شوي يريد أن يفعله، يقف هكذا ويتحرك شوي وما يعود أو يأمر بشيء أو وقت الحضرة. وقت لا بد أيضا أن يكون تيمم والوقت الذي سيصليه قد حضر، قد دخل واحد الآن قبل دخول الظهر، يعلم أنه متأكد، يرى، يقيس الظل شيئا فشيئا، ويعلم بالضبط أن الوقت سيدخله بعد دقيقة أو بعد دقيقتين، لا يكون أن يبدأ ويشرع في التيمم، لا، لا بد أن يكون الوقت قد دخل، دخل الوقت، دخل، لا يمكن أن يتمم، لأنه هو فقط لاستباحة تلك الصلاة. آخره للراجع يسلم. نعم، هذه المسألة سيتكلم عليها سنن. آخره للراجع يسلم، من كان يرجو الماء، كم الناس يكونوا الآن مسافرين في سياراتهم ويعلمون القرية أمامهم، يعني قد يصلون إليها قبل خروج الوقت، وقد يصلون إليها بسرعة، وقد يكون أملهم يصلون إليها بسرعة. إذا كان يرجو أنه سيصل الماء وأن ما سيأتيه قبل خروج الوقت، عنده رجاء قوي، هذا يندب له أن يتأخر حتى لا يبقى من الوقت إلا قدر ما يتيمم ويصلي، إذا وجد الماء وجده إلا يصلي. راجع آيس فقط، من كان عنده يأس أنه لا يجد الماء، هو صحيح ما عنده أي مشكلة، لكنه عنده يأس أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، فلا فائدة له في التأخير، فيندب له أن يبدأ في الصلاة في أول وقت. المهم أن يصلي الصلاة قبل خروج الاختياري، هذا طبعا، ولكن الأفضل هنا أن يتيمم أول الوقت لأنه ما عنده رجاء للماء. أوله هو المتردد، والمتردد الوسط، المتردد الشاك، لا يعلم هل يجد الماء في الوقت أو لا يجده، فهذا يندب له أن يترك حتى يكون في وسط الوقت، فإذا وجد الماء فهذا هو المطلوب، توضأ وصلى أو اغتسل وصلى، وإلا تيمم. نعم، إذا كان وجود زيادة خلينا نقول هذا المال. سنن ومسنن. سنن. نعم، تابع. سنن ومسنن. سنن ومسنن. نعم.
سننه مسحوما للمرفق وضربة وضربة اليدين. سننه مسحوما، المسح ماضيا قلنا إلى الكوعين، هذا هو الواجب. أما إكمال المسح إلى المرفقين هذا سنة. فقط واحد يكمل المسح إلى المرفقين هذا سنة. ترتيبه، الترتيب معناها أن تبدأ بالوجه وتتبعه باليدين على ما تقدم في الوضوء. الوضوء قلنا ماضيا أن ترتيبه سنة، كذلك أيضا الترتيب بين أعضاء التيمم سنة. وضربة اليدين ترتيبه مسحهما المرفقين وضربة اليدين. الضربة الثانية معناها الضربة الأولى معناها وضع اليدين على الأرض المرة الأولى، لو فعل الإنسان التيمم بها ما عنده أي مشكلة، يمسح على وجهه ويمسح على يديه بضربة واحدة فهذا فعل مكروها، ولكن الصلاة صحيحة. لكن السنة أنك بعد ما تمسح على الوجه تجدد الأرض، وضع اليدين على الأرض للمسحة الثانية، لا تمسح يديك ابتداء، لا، جدد لهما. بعض الناس نراه يمسح وجهه ثم بعد ذلك يمسح يديه ويجدد، ليس هو المطلوب، هو التجديد لأجل مسح هذه الفريضة. ولكن هو الحكم باقي، ما زال تلك الضربة الأولى حكمها ما زال باقي، هذا يقال تجديد، وما قال ابتداء قال التجديد. كما الواحد الآن يريد أن يجدد وضوءه وما زال ولم يرفع حدث، وما كان متوضئا والآن يريد فقط صلى به بعض الفرائض، هذا يندب أن يجدد الوضوء، ووضوء ما زال موجود، والذي يصلي به ذلك الوضوء الأول ليس هذا التجديد يقال له. كذلك هنا تجديد هذه الضربة السنة، والضربة الأولى هي الحقيقية، هي التي ممسوح بها كل التيمم، هي القائمة لأنها هي الفريضة. ترتيبه مسحهما المرفقين وضربة اليدين ترتيب باقي. إيه مندوبه أقول سنوضح عنده الصورة كاملة. مندوبه تسمية يندب ابتداء عند الضربة الأولى أن يقول بسم الله، وهذا في كل الأمور يطلب أن يقول الإنسان بسم الله ما دامت مباحة أو مندوبة أو واجبة يندب فيها، إلا ما كان ذكرا. كم الواحد يريد أن يؤذن لا يندب له أن يقول بسم الله، فقط واحد يقول سيبدأ ذكر سبحان الله والحمد لله، إذا ما مندوب بعد أذكار الصلاة لا يندب له أن يقول بسم الله، فقط هذه الأشياء الأخرى، ليس الذكر لا يبسمل قبله. وصف حميد هاي النتيجة، وصف الحميد. قلنا ماضيا الواجب هو أن تمسح الوجه مسحا كاملا متأكدا منه بعد الضربة، بعد وضع اليدين على ما قدم وتمسح اليدين هكذا تتأكد أنك مسحته، هذه هي الواجب. هذا هو الواجب فقط إلى الكوعين نتأكد منه هكذا. الوصف الحميد هو الذي يقوله ابن عاشر أن تمسح بعد الضرب، بعد أن تضع يديك على تفعل هكذا، لأنك ستبدأ من مقدم العظم. وصف الحميد تضع أيضا أضع اليدين تمكنها ثم تفعل بعد ذلك، هذا هو الوصف الحميد المندوب المطلوب. ثم تفعل هكذا هو المشهور في مذهب مالك، تخليل كاليدين في حتما وفي الثرى وقيل ندبو في مالك، واللي قال رحمن والشيخ أبو زيد القيروان رحمه الله تعالى يقول لا يجب التخليل والكل واسع. ولا بد أن يكون الممسوح كل جماعة ما مس الأرض، أحذر من بعض الناس يفعل هكذا، هذا ليس بوضوء ويفعل هكذا، لا بد أن يكون الأشياء التي يخلل بها صلاته مست الأرض، لأنه هو لكن اللي مس الأرض هو القائم مقام الماء، ذلك اللي مس الأرض هو القائم مقام الماء، ذلك يتأكد الإنسان أن الذي مسح به وجهه ما مس الأرض، لأنك تجد الإنسان فقط يفعل هكذا، هذا قد يكون هذا الكف ما وصل إلى الأرض أصلاً، هو التيمم أصعب، أنا اللي نعرف أن أصعب واحد يتيمم من واحد يتوضأ، واحد من لا يعرف الأحكام حقيقة التيمم صعب جداً. مع أن كما قلنا أيضاً
ماضيه، لانه يرى ايضا الوضوء الناس يتوضؤون دائما ويكون هذا اسهل له، والا بالكل الحقيقه الكل صعب بدون تعلم الابدا وتطبيق. والتعلم وحده لا يفي، اعلموا ان التعلم وحده لا يدل، اقول لكم دائما لا بد من التطبيق. ولا ادل على ذلك من ان الصحابه، ذكرت لكم ماضيا ان الصحابه هم فرسان الشان، هذا الشان فرسان الفهم، وهذا ايضا ما يرد على العبلاء، استغفر الله، يعني الناس يحذرون الناس من التعلم، ان الصحابه لا تعلم شيء، اعوذ بالله. الا انا اخاف من صاحب هذا من الكفر، لان هذا ابطال للشريعه، ابطال للشريعه من اصلها. نعم، هما الصحابه رضوان الله عليهم نزل القران فيهم، نزل القران عليهم، ولا يحتاجون الى لغه ولا الى مصطلح ولا الى اصول ولا الى شيء. الله تعالى قال في كتابه المحكم: يا ايها الذين امنوا قوموا الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. قام النبي صلى الله عليه وسلم امامهم وتوضا وعلمهم الغسل، فلو كان شيء يحتاج بدون تطبيق، وقال: من توضا مثل وضوئي هذا. من أنه بيّنه لهم شيئا فشيئا. ثم أقيموا الصلاة والزكاة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هو ما علم فقط، طبق وقال: صلوا صلوا. قال المسيء صلاته يفعلها، سنزيد عليه تكوين إن شاء الله نتكلم عليه. قال له: صلي. ثم بعد ذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. طريقة الكلام ابتداء وضح الفرائض، ثم بعد ذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، ناقضه مثل الوضوء، ناقضه مثل الوضوء، كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. واحد بس ذكره أو كان بعدما تيمم خرج منه ريح أو لمس أو قبل، يعني نواقض الوضوء كلها تبطل التيمم كله، ويزيد هو تابع وجود ماء قبل أن صلى. كذلك أيضا ينتقد الوضوء للشخص الصحيح الذي كان فاقدا للماء، كان ما عنده أمل في أن يجد الماء فتيمم، وقبل أن يدخل في الصلاة وجد الماء، هذا بطل التيمم. أنا أقول إذا حضر الماء بطل التيمم، يعني بطل التيمم معناها ما عنده ذلك الوقت أي حق في أن يدخل في الصلاة، لا بد أن يرجع ويتوضأ ويغتسل ثم بعد ذلك يصلي. هذا إذا كان الوقت غير ضيق، فإن كان الوقت ضيقا فيقدم الوقت كما من كان قبل ظهور الشمس بقليل، وهو إذا أراد أن يشتغل بالماء سيخرج عليه الوقت، هذا يتيمم مباشرة ويصلي ولا يشتغل بالوضوء ولا يشتغل بالغسل. بعد يجد يعد بوقت، وإن بعد يجد يعد بوقت، من كان لا يجيد لا كان ناسيا، من كان ناسيا عن الماء، من كان ناسيا خاصة بالناسي، من كان ناسيا أن عنده ماء، ثم بعد أن صلى بهذا التيمم وجد الماء الذي كان ناسيا له، هذا يندب له إن يكون معناها إن كان لديه، إن وجد لديه، معناها كان لديه ماء ولكن نسيه، اعتقد ما عنده ماء ثم صلى. وبعد ذلك الواحد في خلوات في سيارته وما كان يعتقد أن فيها ماء وهو عنده ماء، مما بعد وضع فيها ماء ولكن نسيه، خاف أن يخرج الوقت فأراد أن يصلي، ثم بعدما صلى تذكر أن عنده لديه ماء، والوقت ما زال يندب له أن يتوضأ بذلك الماء ويعيد صلاته. كخائف للصي وراجع، يعني هذا أيضا كخائف للصي، كذلك واحد خائف من النصوص أمامه عند الماء. ثم بعد ذلك بعد ما تيمم وصلى انكشف، هذا بشرط ان ينكشف ان يتخلى ظلم، معناها ذاك الذي كان يظن وجده ليس بالصوص، كان يعتقد جماعه النصوص اصابه، وبعد ذلك ظهر ان هؤلاء اصحاب امن ماتنا. اما اذا وضح ان ما كان يخاف موجودا هذا يندب له لاعادته، كخائف للصي والسباع. وراجل قدم من كان يرجو ان يجد الماء قبل خروج الوقت، قدمنا ماضيا انه يندب له ان يتاخر حتى ياتي اخر الوقت، ولهذا قدم الان وتيمم وصلى، لانه فاقد الماء فقط عنده امل ان يجد الماء، هو فاقد الماء فيندب له ان يعيد في الوقت اذا وجد ذلك الماء. وزمين مناولة، الزمن تقال للعاجز، كما الواحد في المستشفى عاجز عن يحرك أعضاءه وعنده مربوط
عنده حقن معلقة له أو على سرير لا يمكن أخرجه، هذا واجب عليه واجب عليه أن يكون دائما قبل الوقت يحضر الماء. فهو ما نسي أو ما فكر أو لا أعرف لهم، بعد أن دخل الوقت ما وجد الماء، ما وجد أحد يعطيه الماء، وبجنبه حجر تيمم وصلى، ما بعد ذلك وجد أحدا يعطيه الماء يندب له أن يعيد الصلاة للطهارة المائية. مناول قد عليه. منتهي. اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله العالمين بعد اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ونعوذ بك أن نقول زورا وأن نغشى فجورا، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وخبة الرجاء. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى محمد. يا ربي يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا، واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين، واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين، واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة، واجعل من السر المصون عزها، واجعل من الستر الجميل سترها، واجعل بصاد وبقاب مؤمنون الفاحشة من ورائنا يكون، واجعل بنين فضلاء صلحاء، واجعل بنين فضلاء صلحاء وعلماء عاملين صحاء، واجعل بنين فضلاء صلحاء وعلماء ما عاملين صحاء، اجعل بنين فضلاء صلحاء وعلماء عاملين صحاء، واصلح اللهم حال الاهل ويسر اللهم جمع الشر، واصلح اللهم حال الاهل ويسر اللهم جمع الشر ويسر اللهم جمع الشر. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصف الواصفون ولا تغدر الحوادث ولا يخشى الدوائر، يا له مثاقل الجبال ومكاين البحار وعدد قاطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعده، اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا ايامنا نلقاك يا ارحم الراحمين. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله، عدد كمال الله وكما يليق بكماله جعلته جنة دوني وثقت بها الا اصادف مما اخشى ضررا.